سلامك. اسمع لازم تكون نفس أمس. جبنا الحين بوك وزلنا يبقى قشطة بخال تكفى نبي نكتع بتدي أمس تكفى. أنا القشطة. والله أنت قشطة بس. قشطة يعني تكون قشطة وأنا خليكم موجود. شوف بيصير ناقص في قشطة. انت لازم انا لازم افتح مطعم يا جماعه الخير، لازم استفيد من الشيء اللي قاعد اسويه حاليا. يعني مقومينك من النوم رافسينك يعني، او شوفوا كيف طالع بالله يعني، شوفوا يعني الواحد يعني تكفون يعني يبون نفس طبخه امس. شوف هذه قشطه. ايه بس يقولون ربطي حلوياتك معها بس قشطه يعني نفس حق امس. يعني تزبط. ايه تزبط. جيب ثلاث جب ثنتين زاد. ايه فانت في شيء بسويه اليوم. صباح الخير مساء الخير لكم كلكم، اموت عليكم احبكم. واضح الشغل، واضح الطبخه يا عيال. صينيه رز ها بس بدواتي. تبون مقادير نقلب حسابنا جسمه ذاك اللي ياكل يصير سكتشات انستغرام ولا نعقل اليوم؟ اول حاجه بنحمس البصلاية مع الزيت حتى يبيج يكون بيج لونه بيج. ها عاد كل واحد وحميس. اصبر يا اخي اصبر قاعد اصور. بعدين ايوه لو ما عجبني ايوه انت حلت بالله انه تكفى لا تقطعها. الله يخليك ابو حمود لا تقطعها. ارحب والله انك منور يا ابو حمود. سلمان شوف تعال يا بيرين تعال. ايش عندك انت؟ ايش قلت ايش سويت الهديه؟ الهديه لا تهدى ولا ايش؟ يلقى والله العظيم والله انقطعت صح؟ احلف انقطعت. سلمان وين عبد الله؟ ها؟ انقطعت كلام عبد الله كلام. اي ما تنقطع اصلا. ماي برادر عبد الله. ابو خالد يشتري اصلي يشتري اصلي. بالعافيه ابو حبود الله يستاهل اكثر. عبد العزيز ها منعم محلق الرجال. انا ما حلقت اليوم. كل شيء مرتب يا مال الجنه. قرب الطماط اليوم سلومي ما هو مقطع ولا اي شيء، كل اغراضنا احنا جايبينها. انا مقطع. اعطوني الفلفل البارد. اوشي هذه بالنهايه وهذه نضيفها بعد شوي، لكن هذه مع الدجاج إذا بيستوي بضيفها فوقها كلها بصورها لكم. من زانت حميسته زانت كبشته صح؟ إيه. هذا المثل كذا يقولونه. طيب عطني بنضيف الحين. أسلم هذه اكلهم. لا والله عارف شو لا تحرك تضارب هذولي. انا غسيل. لا والله لا والله ولد انت كل شغل ليش؟ لا والله ما كل شغل يا سلمان. لا انت ايش فيك يا مسلم؟ انت ايش فيك؟ لا يشتغل انا بشتغل بعد. وقف 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 قفازاتك وينها واغراضك؟ ما المس عليك. لا تلمس راح البس قفازاتك. ما عليك مويه ولا قوه. بس مويه يا سلمان. هذا ايش فيه هذا؟ اخي انا حول ولا قوه ماني بطابخ. تبي تطبخ؟ لا قتلي مثل الرياح اللي على المهاني حرر الليالي سحلال اللي الثوم مع الحميشة علشان يعطي نكهة طيبة وبعد شوي بنضيف البهارات والدجاج. أبو خالد هذا فلان شيء ما شاء الله. ايه اصلا كذا عميكم انا. شوف يقولون من زان حمسه زان. خلاص انتوا المثل حقك ذا خلاص يا ابوي. حطينا البهارات الحين. شوف لونها ما شاء الله تبارك الله. حطينا البهارات الحين فلفل البارد. تدري اللي بعدها وشو الان؟ وشو؟ دجاج. اسلم اسمع عادي طفي سناب لان الفلاش عمالي شوي. ابشر 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 ابشر. عطني يا مال الجنه البارده. بسم الله. لا في مويه يمكن يطيش شو اسمه. بنضيف الدجاج بس يا جماعه ونرجع لكم. ايوه اسلم 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 اسلم. بسم الله ما شاء الله. خلاص
حطني 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 حط حط ايوه ايوه خلاه يتغير اللون الان بارد الله يهديك يا سلمان حرك يا مدير شير. يا مال الجنة يا مال الجنة خلاص الحين نقلب يا جماعة ونغطيه نعطيه تقريبا 10 دقائق ربع ساعة على نار هادية خلص علينا الغاز قاعدين الدجاج الآن خلص قاعدين نرجع الأمور الحين يا رب هذا الثاني ما بس ما يخلص هذا حق أبو علي حق الطلعة الأخيرة يوم نكبسها يا رب الحين ننتظر الرز ربع ساعة نضيف خلطتنا الحين القشطة والجبن كريمة الطبخ الضيقة ما هنا ضيقة خلاص ما من ضيقة اسلم 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 يا مال الجنة اسلم اللي بعدها ايه كب 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 ايش تسوي ما تبي تطلع الله يهديك سلمان انتبه حبيبي اصبعك شوية شوية علشان يد هاند 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 هارد يدك ايوه بسم الله مفروض اننا خاضينها قبل انا خضيتها بس انها بيجي عطرة حط سلومي 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 ضيف بسم الله جيب ملعقة علشان جبن يوه الرز خلص ما شاء الله ما شاء الله الرز جاهز يا جماعة ضيف ضيف وانا اخوك مفروض ان نحطها بكواب بس على حسب لانها الكمية كبيرة اللي احنا فيها عرفت كمل 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 يا مال الجنة بس 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 داج راسي بس أضفنا كريم الطبخ عطنا الجبن ما نبي نكثر جبن بس عطنا صدق لو حطين طحين وش اسمه ذا أفضل حطينا بطاطس الآن ويا رب ما يفضى الغاز الاحتياطي اصمل اصمل تكفى اصمل تكفى يا غاز اصمل تضحك ها يرحم امك اصمل تكفى سلمان سلمان حبيبي انت شيل جوال انا بعدين صور يلا صور شيل جوال انا ايوه شيل كذا كويس 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 يلا الحين شو نسوي يا سلمان خلصنا من الرز خلصنا من البطاطس من الدجاج انا ادري انك منزل الكام شوي ارفعها بس سلمان شوي كذا 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 عند كمك فوق شوي يا ايوه سل ايوه شوف تعال هنا صور صور سلمان الحين تعال سلمان لا تصور اذني انت نفس متابعيني تبجي صغيره تعال شوف كبسه صور تعال شوف كبسه يلا شوف كبسه كيف واو 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 سلمان ها ايوه الحين ايش نسوي نحط طبقه رز بعدين نجيب الدجاج نحطها فوقها الكام نازله شوي سلمان سلمان تعبت انا سلمان ايوه يا سلام عليك نجيب رز نحط شويه بعدين دجاج ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه الحين طبعا نضيف عليها اللي حطينا الجبن والقشطة وكريمة الطبخ قبل أن نحطها بالفرن يلا ليتس جو عاد الصوص عندك أنت يا عاد إيه ما عليك ليه بدك الصوص يلا سم بالله طبعا هذه الطبخة قسما بخني ساعتك دقيقة أنا ما عليك ما كان دين أسلم 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 لا لا مستحيل مستحيل لا إيه أنت مستحيل لا كيف الحظ كيف الحظ أنت مستحيل يا عبد العزيز كيف الحظ بالله والله يا أبو بدرية قسما بالله أنك مستحيل يا مال الجنة يلا الحين وش المهمة الثانية الحين نحط الموزاريلا إيه الحين نكبكب هنا ونحط الموزاريلا إيه بس لازم تعطيها الاستواء حقتها
اعطني البشاميل. يا سلام يوووو، اهم شيء نظافة. هذا الصينية ها، هذا الصينية اللي عليها الكلام ما شاء الله يا امري. طيح طيح كبكب 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 ايه. يا سلام حلوة حلوة حلوة. النعمة لا تطيح تكفى. امشي امشي هذه كلها بشيلها. ايوه عطى هنا 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 حس ما جاء هنا. فيديو انت اشتبه. اطلع برا اطلع برا اطلع برا اطلع برا. انت اشتبه. انا جاي اسلم على سلم. لا لا تسلم، راح حبيبي راح راح خلاص يعطيك العافية. لا يا اخي امس كنت مساعدكم والحين يعطيك العافية. يعطيك العافية ابوي. راح راح اذا صار في ذا يعطيك العافية. راح ما قصرت يا ابوي. ترى النمل يشتغل الساعة 12 ونص. انتبه. اي والله انتبه. طيب هذه حطها حطها حطها. راح الحين هي جوا الفرن، نعطيها وقت خفيف مع شوي شوي. طيب سلمان ساعدني تكفى شوي شوي. بسم الله عليك انا بساعدك. ايوه ايوه بس النار من فوق. حلو يلا كلوز.